السلام عليكم. هنكمل كلامنا عن المملكة الحيوانية، وتحديدا الجزء الحيوانات اللافقارية، وهنتكلم عن شعبة الديدان المفلطحة، والمثال الثاني هو الدودة الشريطية أو التينيا. الدودة الشريطية بتعيش أساسا في الإنسان، في الأمعاء الدقيقة الإنسان كعائل أساسي، ولها عائل ثانوي هو الأبقار أو الخنازير. طبعا بتعيش في عضلات الأبقار أو الخنازير، أما بالنسبة للإنسان فهي تعيش في الأمعاء الدقيقة. وطبعا الجسم بتاعها بيكون مكون من أكتر من جزء. الجزء الأول هو الرأس في المقدمة، ثم عنق، وبعد كده شريط طويل من القطع المقسمة. طبعا القطع دي بيكون القطع اللي موجودة في المقدمة بتكون قطع غير ناضجة، لم تنضج بها الأعضاء التناسلية. بعد كده الجزء الثاني من القطع هي قطع ناضجة بها الأعضاء التناسلية ناضجة، وطبعا التانية بتكون خنثى بها الأعضاء التناسلية المذكرة والمؤنثة، وفي النهاية بنلاقي القطع الناضجة بعد ما بيحصل إخصاب، وبيكون غالبا إخصاب غير ذاتي نتيجة نضج المبايض قبل الخصية، فبيحصل من دودة مع دودة تانية، ويبقى القطع اللي في الآخر اسمها قطع مخصبة بالشكل ده. طبعا هي لها 3-4 ممصات في الرأس، ده للتشبث بالأمعاء الدقيقة في الإنسان. طبعا الدودة الشريطية بحكم وجودها في الأمعاء الدقيقة فهي بتسبب، طبعا بتتغذى على المواد الغذائية اللي تم هضمها، وبالتالي الإنسان بيعاني من بعض الأعراض زي الأنيميا، زي فقد الوزن، زي الإسهال. دي كأعراض مبدئية للدودة الشريطية. بعد كده هنتكلم عن الشعبة رقم 4 وهي الديدان الاسطوانية. طبعا من اسمها هي ديدان، طبعا المثال بتاعنا هو الأسكارس. هي بتكون ديدان بتعيش في الأمعاء الدقيقة للإنسان أو الأبقار أو الخيول. كل نوع، يعني في أكتر من نوع من الأسكارس، بيعيش في نوع مختص بالإنسان ونوع تاني مختص بالأبقار وكذلك الخيول. طبعا هي بتعيش في الأمعاء الدقيقة، وبيكون لها ممصات بتمكنها من التشبث بجدار اللي هو الأمعاء الدقيقة، وكمان طبعا هي بتنتقل من إنسان إنسان أو أبقار لأبقار أو الخيول للخيول. طبعا وجودها، طبعا هي برضو بتتغذى على الغذاء المهضوم، وبتسبب للإنسان اللي هو الإصابة بالأنيميا وفقد الوزن والإسهال كنتيجة لوجود دودة الأسكارس. بعد كده بنتكلم عن الشعبة رقم 5 وهي الديدان الحلقية. الديدان الحلقية تحتها أو يندرج تحتها أكتر من طائفة. هنتكلم عن طائفة قليلة الأشواك، بيكون الأشواك بتكون قليلة فيها، مثلنا هو الأليلوبوفورا أو دودة الأرض. طبعا هي دودة بتعيش في الأرض، دودة خنثى فيها الأعضاء التناسلية المذكرة والمؤنثة. الجسم فيها مقسم إلى العديد من العقل زي ما احنا شايفين في الرسم هنا، أكتر من عقلة أهو. كمان كل عقلة تحمل زوج من الأشواك. طبعا لها فوائد مهمة للبيئة، إنها رقم واحد بتتغذى على المخلفات العضوية في التربة، فكده بتخلص التربة من المخلفات. رقم اثنين، عندما تموت تتحلل وتمد النبات بالعناصر الغذائية، يبقى كده مصدر غذائي. رقم ثلاثة، أثناء معيشتها بتعمل أنفاق، وكده بتساعد على تهوية التربة وإدخال الأكسجين في التربة. بعد كده بنتكلم عن شعبة الرخويات وتحتها أكثر من طائفة. هنتكلم بس عن طائفة عديدة الألواح، والمثال بتاعنا هو الكايتون. والكايتون هو حيوان بحري يتغذى على الطحالب والكائنات البحرية. طبعا هو احنا سميناه عديد الألواح عشان هو في اكتر من لوح، او الجسم ينقسم الى 8 ألواح او صفائح. كمان ان الحيوان الكايتون له القدم بتاعته بتكون محاطة بخياشيم، ودي بتساعده على القيام بعملية التنفس. شكرا لحسن استماعكم، ونلتقي في الدرس القادم، والسلام عليكم.